هي شرف كبير لاتصالات الجزائر، حققت الكثير من الاعمال. سي بيرسون تري كي بيرسيفا دون سون ترافاي كي انسيست سور ليكزاكتيتود دي انفورماسيون. توجت بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018 وكرمت بمدينة جنيف السويسرية لتكون فخر المرأة الجزائرية في عالم الاتصالات والمعلوماتية. Donc Naïma Hennes, cadre supérieur chez Algérie Télécom. Actuellement, je fais tout ce qui est travaux de réflexion et de recherche à la direction commerciale corporelle. En réalité, le continent africain s'est lancé dans les autoroutes. Donc sur les autoroutes en béton, nous allons en réalité faire une autoroute en soie. C'est une autoroute d'information en mettant de la fibre optique, en intégrant de la fibre optique. Nous aurons de l'optimisation, dans l'optimisation des ressources, l'optimisation du temps, l'optimisation du budget. Et en plus de ça, nous voulons que c'est pas fini parce qu'en réalité, le but final et le but auquel nous voulons arriver, que l'Algérie soit un hub de l'Internet pour le continent africain. الوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء عنوان مشروع يهدف إلى بناء طريق الوحدة المعلوماتية في القارة الإفريقية، حيث تكون فيه الجزائر المركز وبوابة لكل إفريقيا. دائمة الاطلاع على موقع الاتحاد الدولي للاتصالات ليوتي. إذن هي في كل سنة تقيم جوائز وتتوج أحسن المشاريع الخاصة بالنسبة للناس اللي اتبعوا الأهداف القائمة بالنسبة للتطور المستمر وبالنسبة للتكنولوجيات، وأيضا أحسن المشاريع التي تخدم البشرية. الهدف من المشروع هو استغلال طريق الوحدة الإفريقية، وذلك بربط كل القارة الإفريقية بشبكة الألياف البصرية، وكمشروع أولي اللي هو المشروع الذي قدم للاتحاد الدولي للاتصالات هو ربط ست دول اللي هما الجزائر، تونس، نيجيريا، نيجر ومالي وتشاد. باش نتكلموا على نعيمة محرز، هي شغل غنية عن كل تعبير، عندها كفاءة عالية وشرفت أولا اتصالات الجزائر وشرفت الجزائر في هذا المشروع. هي معروفة بأنها تعمل بكل جدية هنا في معنا كزملاء، وعندها أخلاق يعني عظيمة. هو اللي الشيء اللي ساعدها باش تروح لهذا المشروع ويعطوا لها مكافأة، وإحنا اليوم رانا كاع فخورين بها. نوعية العمل تاعها يؤول إلى 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 البحوث العلمية خاصة، وبحكم اتصالات الجزائر في كل مرة تدخل تكنولوجيات جديدة من أجل تقديم خدمات جيدة للمتعاملين. نعيمة محرز في كل مرة تمد الجديد. تدرجت نعيمة محرز في مسيرتها المهنية بخط ثابت لما تملكه من قدرات ومؤهلات علمية أهلتها للعمل بوزارة البريد سابقاً، وكانت من الأوائل الذين عملوا على وضع الأرضية المعلوماتية للوزارة حتى تتمكن من الانتقال من الورقي إلى الرقمي. وبالتحاقها باتصالات الجزائر عملت على وضع أساساتها في مجال الهاتف النقال الثابت وخدمات الأنترنت.
التحقت باتصالات الجزائر عند البداية تاعها في 2003، وعينت مباشرة كرئيس مكتب لهندسة تطبيقات جيني لوجيسيال. كنت أول ويب ماستر لاتصالات الجزائر، مكلفة بالموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر. إلى جانب مهام الإطار السامي، نعيمة محرز باتصالات الجزائر كلفت كذلك بتأطير الشباب في مجال تقديم الحلول لتطوير الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات والوزارات وغيرها. كان من بين مهامي تأطير مجموعة من الإطارات الشابة، وذلك لتقديم حلول بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أيضا، وخاصة الوزارات والبنوك. وهذه الحلول تتمثل في تقديم دي أرشيتكتور ريزو سيكوريتي داتا سنتر فيزيو كونفرنس. دونك في تلك الفترة كان عمل جديد بالنسبة لاتصالات الجزائر، كنا من الأوائل الذين بدأوا في هذا العمل. Franchement, l'année on lui reproche rien du tout. C'est une personne qui est très correcte sur le plan personnel aussi. Très correcte, très respectueuse surtout. هي أخت وزميلة واللي نعرفوها درك صافي أكثر من 10 سنوات. هي شغل ديجا دو باز، هي مهندس دولة في الإعلام الآلي، سي إنسانة عندها كفاءات عليا ونعرفوها من ماشي من اليوم، دونك شغل عندها بزاف كفاءات اللي تتكلم عليها، وفي الميدان تاع الاتصالات وميدان الإعلام الآلي. الشهادة اللي ديتها فلاشي تاع هواوي، سيتي سور سي دي ام دبليو ال ام. هادي شهادة تاع سيسكو تحصلت فيها عليها في الجزائر، اريك ان اكزامان اون لين كيما قلت لك، في مدرسة متخصصة من أجل ذلك. هذه هي الشهادة اللي تحصلت عليها في جنيف، دايوغ راهي ممضية من طرف لو سيكريتير جينيرال تاع الاتحاد الدولي للاتصالات. أغلبها تحصلت عليها بمسابقات، هي شهادات معترف بها يعني دوليا. ب 2015 تحصلت على شهادة دراسات عليا متخصصة في إدارة المشاريع، وهذه ساعدتني كثيرا، لأني لما قدمت مشروعي بالنسبة ليوتي اللي هي الشهادة الأخيرة اللي تحصلت عليها، كانت ساعدتني لأني كنت تعلمت كيفاش ندير المشاريع بطريقة جيدة. الروح الجماعية التي تتميز بها نعيمة محرز مكنتها من تحقيق النجاح على الصعيدين الشخصي والعملي، وهذا ما نلمسه في شهادات زملائها. بهذه المثابرة نقدروا نلحقوا الزبون بأفكار جديدة وبأشياء جديدة اللي نقدروا نلحقوا ليه، وبهذا الشغل لو بري اللي داتو نعيمة محرز هذا رايح يعاون اتصالات الجزائر باش نلحقوا الزبون بأفكار جديدة إن شاء الله، وبخدمات جديدة أيضا بوركوا با، وإن شاء الله ما تكونش هذه هي شغل لو بري الأخر تاع نعيمة محرز اللي هي أخت تاعنا، إن شاء الله ما تكونش لا ديغنيغ فوا. أمالي أن نحن نكونوا من الأوائل في هذا الميدان ونلاقي نجاحات أخرى
وخاصة كما قلت في هذا في ميدان التطور، ونتمنى أن البحث ديالي وهذا النجاح ديالي اللي حققته يكون عجلة تطور لهذه المؤسسة، بما أنه في الحقيقة هو أرضية لانطلاق لكل المشاريع، وخاصة الجيل الخامس اللي هو على الأبواب واللي يطلب أرضية قوية، وهي أرضية لالية في البصرية اللي هو أساس المشروع اللي قدمته في جنة في سويسرا.